الدوري السعودي بعد صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي. يعني في الأونة الأخيرة سمعنا أكتر من أو شفنا أكتر من تقرير بيتكلم عن احتمالية تفاوض ما بين ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان الحالي ونادي الهلال السعودي للانتقال إليه في الصيف المقبل. هل في أي بوادر ربما شبه اللي كنا بنسمعها عن أو قبل انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي؟ نفس بنفس الكلام ونفس المصادر ونفس الاحداث بتدور الان ونفس الاخبار ونفس حتى الجرائد اللي بتتحدث في جريده الماركا هي اللي اكدت ان هناك عرض كبير جدا يتخطى ال 400 مليون يورو في العام الواحد بالنسبه ليونيل ميسي للتوقيع معاه لمده 3 سنوات، مبلغ 1.2 مليار يورو، اعتقد مبلغ كبير جدا، مبلغ قادر انه يعمل اغراء لاي حد. ميسي لم يعني طبقا لمصادر ثروته لم تتخطى حتى المليار، فهو النهارده بيضاعف ثروته في اكثر من الضعف في حاله انتقاله لنادي الهلال السعودي، خصوصا ان السعوديه ما فيهاش ضرائب، وبالتالي فهيكون المبلغ بالكامل له، بالاضافه للمعيشه الجيده جدا هناك والرفاهيه الكبيره اللي بيتمتع بها رونالدو. اعتقد ان الهلال بما انه نادي اغنى واقوى واكبر وجمهوره اعرض هتكون الامور مضاعفه بالنسبه لميسي. وبالتالي يا استاذ محمد ربما يتصدر ميسي قائمه اللاعب الاعلى اجرا حتى الان. صاحب الرقم القياسي دلوقتي هو كريستيانو رونالدو، ربما تعود المنافسه مره ثانيه ولكن على صعيد الاجور وتنتقل الدفه مره اخرى الى ميسي ان حدث ذلك. يعني طبعا بشكرك شكرا جزيلا زميلي الاستاذ محمد منظور الصحفي الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.